انظركم تزرقوا البرام الداها عبيد يوم 22 إلى عاد الدور الموريتاني تتغير شعور الأفضل إلى عاد الدور الموريتاني تتغير شعور الديمقراطية إلى عاد الدور الموريتاني تتغير شعور المساواة إلى عاد الدور الموريتاني خالية من الاسترقاق خالية من العبودية خالية من التهميش خالية من الظلم خالية من الغبن إلى عاد الدور هو يرضكم تزرقوا يوم 22 البرام الداها والعبيد لكن نقول لكم على أهل الموريتاني كاملها موريتاني اللي فتنا زرنا السابق الحملة واللي بدأنا فيها الحملة زرنا ترارزة وقوية ومعانا زرنا قرقل ومعانا زرنا قيل دماغة ومعانا زرنا البراكنة ومعانا عدناها الزر بالإحصابة قال عنه معانا وجينا الزوارات وقالت عنها معانا وزرنا نواذيب وقال عنه معانا وعقبان العيون عقبان النعمة البارح قالت عنها معانا وليلة أكدت وتم معكم معانا هذه قالت النضال يلا تتثبتاك يلا تتثبتاك والأكراد يلا لكم تزرقوا المرشح العدالة مرشح المساواة مرشح لا يرفع الغبن على الناس كامل لا يرفع التهميش لا مرشح الموريتاني كامل.